وينضم إلينا من القاهرة مراسل الإخبارية الزميل أسامة عبد المقصود. أسامة أحييك معي في هذه النشرة. حدثنا أسامة عن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وماذا إذا كان هناك حالة تماثلت للشفاء، وماذا أيضا عن أبرز التطورات في هذا الشأن؟ أهلا بك في البداية. بالفعل حسب بيان وزارة الصحة المصرية ارتفع عدد الحالات أمس إلى 93 بإضافة 13 حالة جديدة للمصابين حسب بيان وزارة الصحة المصرية. فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، ارتفع حالة أخرى بالأمس تم شفاؤها وخرجت من العزل الصحي لترتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة. كذلك حسب البيان فإن هناك 5 حالات تحولت نتائج تحليلها من الإيجابية إلى السلبية، ليرتفع عدد هذه الحالات التي تحولت إلى السلبية من 27 إلى 32 حالة. يعني وزارة الصحة المصرية أكدت أنها تتعامل بشفافية مع هذا الأمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن أي حالات إصابة جديدة في مصر. يعني الأمر فيما يتعلق أيضا بفيروس كورونا، وزارة التربية والتعليم نفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة في مصر، وقالت إنه عند اتخاذ مثل هذا القرار سوف يتم إصدار بيان به. حالة اللغط فيما يتعلق بالدراسة جاءت بعد إصابة طالب في إحدى المدارس، أول طالب مصري بفيروس كورونا. لكن حسب الوزارة وحسب وزارة التربية والتعليم وحسب وزارة الصحة فإن الأمر لا يستدعي مثل هذا التأجيل للدراسة. لكن هناك جامعة بالقاهرة، واحدة من أكبر الجامعات هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أصدرت بيانا بالأمس قالت فيه أنها قررت إعطاء عطلة للطلبة وللأساتذة بالجامعة من غدا الأحد 15 من مارس وحتى 22 من إبريل، رغم عدم تسجيل أي حالات إصابة سواء بين الطلبة أو بين أساتذة الجامعة، لكن كإجراء احترازي. وبعد هذا الأسبوع العطلة سوف تختبر لمدة أسبوعين أن تكون الدراسة عبر شبكة الإنترنت، وأكدت أن هذا إجراء احترازي وفقا لما قامت به الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية. أيضا الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرار بمنع التجمعات، ويأتي هذا القرار في هذا الإطار على أن تكون أبواب الجامعة مفتوحة، لكن التدريس هو الذي سوف يتم سوف يتم تعطيله خلال هذه الفترة. نعم نعم، مراسل إخباري أسامة عبد المقصود من القاهرة، شكرا جزيلا لك أسامة.